اهلا بكم اعزائي المشاهدين، حلقه جديده ويلا نصلي. كل سنه وحضراتكم طيبين. بمناسبه سنه جديده وعيد الميلاد كان الاسبوع اللي فات، والنهارده كمان بنحتفل مع الكنيسه بعيد الختان. يا رب تكون كلها ايام سبب بركه لحياتنا. كل سنه وانتم طيبين. يسعدني ارحب بضيفتي مدام نيفين رفعت. اهلا بك يا نيفين. اهلا بك يا نيفين. موضوع حلقتنا انه بكره ملوش امان، واحنا بنبتدي سنه جديده نتمنى انها تكون احسن من اللي فاتت، بس الظروف اللي بتعدي بينا تخلي السلام هارب من القلب. اصل ما فيش حاجه تطمن، فمش عارف الواحد غير انه يخاف. نيفين، ازاي نتعامل، يعني بمناسبه ان احنا لسه في اجواء عيد الميلاد، ازاي ميلاد رب المجد يسوع يتعامل مع المخاوف ديت؟ لما جه الرب يسوع للعالم غير واقع العالم، بقى في زمن بنسميه قبل المجيء قبل الميلاد، وزمن تاني بنسميه بعد المجيء او بعد الميلاد. ده نستفيد منه، يعني احنا في ايه؟ يفرق معانا في ايه؟ عشان ارد على سؤالك هقول لك حاجه بتفرق معايا قوي. في واحده صاحبتي يوم عيد ميلادي دايما تجيب لي ايه من الكتاب المقدس تبعتها لي، بتفرق معايا وبحس انها يعني كلمه من السماء، بقعد اصلي بيها طول السنه. بس في حاجه بقى بتعملها اكتر من كده، يوم عيد ميلادها لما اعيد عليها وابعت لها رساله او ايه او اقول لها كل سنه وانتي طيبه، الاقيها بعتت لي هي كمان ايه تاني او كلمه من السماء يوم حاجة عيد ميلادها. جميلة قوي. يعني كل الناس يوم عيد ميلادهم يبقوا مستنيين تجي لهم هديه، لكن هي يوم عيد ميلادها كل حد يعيد عليه تديله هي هديه. بتعمل زي ابوها السماوي بالظبط. الهنا عظيم الرب يسوع، يوم عيد ميلاده، يوم ما اتولد وجه للعالم، قدم هدايا كتيرة جدا لينا. الهدايا ديت بتفرق مع كل واحد فينا. نبص كده نلاقي أول حاجة من الهدايا اللي الرب يسوع قدمها، يقول الكتاب ولد لكم. ولد لكم ديت وكأنه بيقول أنا جيت علشانك، أنت مش لوحدك. تخيلي لما الواحد يحس الإحساس إنه وحيد، بيجيله أحيانا اكتئاب. الناس اللي بتبقى قاعدة لوحدها بتبقى متضايقة، مش قادرة تستحمل إحساس الوحدة، لكن الرب يسوع جاي وعارف وبيقول لكل واحد حاسس إنه وحيد، أنا من يوم ما جيت أنا جيت علشانك أنت. جميل قوي إنه يكون حاسس، يعني الإحساس ده يوصل لكل حد شاعر بالوحدة. الرب يسوع بيأكد أنا جيت علشانك أنت. يعني نفسي أقول لكل حد من المشاهدين الكلمة دي ليك. المسيح جه علشانك، المسيح جه علشانك، جاي ويقول لك انا معاكي ويأكدها. يقول كده عمانوئيل، معنى من اسماء الله عمانوئيل، معناه ايه؟ الله معنا. الله معنا، وجاي يأكد انا معاك، انت خلاص ما بقتش لوحدك، ما تخافش. تخيلي الحياه قبل يسوع بشكل، بس بعد الرب يسوع ليها شكل تاني خالص، اكيد ليها واقع مختلف. الرب يسوع من ضمن الهدايا اللي قدمها مش بس ان هو بيقول انت مش لوحدك وانا جيت علشانك، ومش بس بيقول انه الله معنا، لكن كمان جاي يقدم سلام. سلام في وسط عالم خلاص فقد السلام، بقى كله زي ما انتي سامعه حواليكي اتعاب وحروب ومشاكل، لكن رب يسوع جه يقدم سلام. كمان جه يقدم فرح. يقول كده الشاهد المجد لله في الأعالي وعلى الأرض إيه؟ السلام وبالناس المسر. جه يقدم سلام وجه يقدم فرح، جه يقدم مسر. ربنا جاي ومعاه هدايا كتيرة قوي علشان يكون بيقدمها، بس من كتر الهدايا مش هنعرف نتكلم في كل حاجة بالتفصيل، فناخد حاجة واحدة بس كده من الهدايا اللي الرب يسوع جه يقدمها لنا مع بداية السنة الجديدة. عارفة يعني أنا مع دخلة السنة سامعة الناس عمالة تقول يا ترى هنعمل إيه السنة ديت؟ في خوف جاي كتير قوي على الناس. واحد يقول لك أنا خايف الجنيه يتعوم تاني، واحد يقول لك أنا خايف يطردوني من الشغل، واحد يقول أنا خايف معرفش أصرف بكرة على أولادي، هعمل إيه بكرة؟ أنا الدنيا مش مكفية. وفعلا الناس كتير بتتكلم إنه السنة دي سنة يعني ربنا اللي يعلم بيها، بس احنا يعني هنتكلم مع بعض ازاي يعني نطرد المخاوف دي. حقيقي يعني ناس خايفة من بكرة، من الأمراض، من الأوبئة، من الاحتياجات الكتيرة، من الظروف الغير متوقعة، فالناس قلقانة وخايفة وليها حق تخاف. يعني المخاوف ديت لو جت عليا
لينا حق نخاف. طب ايه خطورة المخاوف على حياتي؟ لا حاجات كتيرة يعني، من اولها مثلا الواحد لما بيخاف، تخيلي كده لو ولادنا جايين داخلين امتحان نقول لهم ايه؟ ما نخافش، ليه؟ لان الواحد لما بيتوتر ما بيبقاش عارف يركز ولا يحل. ولا بيفتكر، وكأن عقله وقف. الخوف بيشل التفكير، يخلي الانسان مش قادر يفكر. يعني لو واحد في شغله وجت في أزمة في الشغل الفترة ديت وهم عمالين يمشوا موظفين، ممكن الواحد يبتدي يفكر، لو هو هادي يبتدي يفكر ازاي يطور من نفسه، ممكن ازاي يكون بيشتغل وبيجتهد اكتر، ازاي يكون عنده أمانة، والحاجات دي تخلي صاحب اي عمل يتمسك بيه. فالخوف لما بيجي على الواحد بيشل تفكيره، عشان كده دايما نقول لأولادنا وانت داخل الامتحان ما تخافش، الخوف هينسيك حتى اللي انت مذاكره، هينسيك الإجابات. الخوف بيشل التفكير، بيتعب النفسية. الخوف ممكن يوصل الواحد انه نفسيته تبقى مكتئبة وحزين ومش قادر يعني يفكر من كتر التعب والخوف اللي هو فيه. هل النفسية بس؟ لا، ده كمان الخوف بيعمل حاجات في الجسد. يعني الواحد ممكن يبقى بينهك، يعني لما قريت كده في الحاجات تأثير الخوف على الجسد، الأطباء قالوا إنه الواحد من كتر الخوف ممكن ينهك ويبقى مش قادر ياخد نفسه. يعني ليه تأثير كمان على الجسد؟ ليه تأثير كمان على الجسد، وبيخلي الواحد اللي نفسيته تعبانة يمرض. الواحد لما بيبقى نفسيته تعبانة ما بيبقاش عنده مقاومة ومناعته بتضعف، وأي حاجة تهاجمه تسيبه. جسده بيتأذي. طب بس النفسية والجسد؟ لا، ده كمان الروح. الكتاب المقدس يقول كده في سفر الرؤيا انه الخوافين ما يدخلوش السما. يعني شاهد لما قريته انا قلت له يا رب انت عايزنا نعيش في الارض مش خايفين؟ انت فارق معاك قوي ان احنا نبقى عايشين في الارض بلا خوف؟ يقول الكتاب كده انه واما الخائفون وغير المؤمنين وحاجات تانية كتير فنصيبهم في البحيرة المتقدة. ربنا مش عايزنا نخاف. الخوف سيء جدا، الخوف ليه عذاب. الخوف ليه عذاب، بس الواحد لما بيجي عليه الخوف يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ مش بإيده. يعني انا لما بيجي عليا الخوف مش بيبقى بإيدي، طب انا هقول لنفسي ما تخافيش، لا ما اعرفش اعمل كده، لكن هرجع تاني افتكر كده الرب يسوع وهو بيقول انا جاي لكم ومعايا هدية. انت لوحدك ولا انت معاك يسوع؟ النهارده عايزين نصدق كلامه، نصدق ان يسوع معانا. المكان اللي فيه يسوع يهرب منه الخوف، ما يقدرش يقف قدامه، الخوف ما يقدرش يبقى متواجد في مكان فيه الرب يسوع. طب النهارده جاي وبيقول لنا انا معاكم، يعني شواهد كتيره قوي بتقول كده، ها انا معكم الى كل الايام الى انقضاء الدهر. هنصدق انه معانا؟ يقول تاني رب الجنود معنا، ملجأنا اله يعقوب. يعني الواحد زي ما يكون لما بيخاف ليه ملجأ، انا الهي ملجأي. الخوف بيجي عليا بس انا ليا ملجأ، انا ليا اله معايا مش هيسيبني. في آية تاني بتقول هو ذا الله خلاصي فأطمئن ولا أرتعب. عارفة طبيعي إن الخوف يجي عليا، بس اللي مش طبيعي إن الخوف يزيد لدرجة إن أبقى مرعوب، وساعتها الرعب دوت هيسبب لي أذية كبيرة. لكن الكتاب المقدس بيأكد هو ذا الله خلاصي، خلاصي يخلصني من الخوف، يخلصني من الارتعاب، لأن يا يهوى قوتي وترنيمتي وقد صار لي خلاص. اللي جاي هقولها وكلنا عارفينها، إنه الكتاب المقدس قال فيه كلمة لا تخف كم مرة؟ أيوة، بعدد أيام السنة، السنة الكبيسة، 366 366 مرة كلمة لا تخف بمعانيها المختلفة ومشتقاتها اتقالت 366 مرة. هقول لك قصة كده وقولي لي رأيك فيها إيه. القصة بتقول إن كان في عيلة، والعيلة ديت النيران اشتعلت في بيتهم، فقام الأب والأم مذعورين ومخضوضين جدا، وابتدوا يقوموا الولاد من سرايرهم وياخدوهم وينزلوا بيهم على تحت بسرعة عشان ينقذوا الولاد. بعد ما نزلوا خلاص تحت، أتاري في ولد عنده 5 سنين صغير سهاهم وطلع تاني للدور اللي فوق، وسمعوا صوته هو بينده يا بابا الحقني يا بابا أنا خايف، بيبص من الشباك من الدور اللي فوق. الولد مرتعب وعمال يصرخ وينده على بابا الحقني يا بابا انا خايف يا بابا. بابا قال له انا مش كنت نزلتك، انت ايه اللي طلعك فوق تاني؟ نط
قال له انط؟ لا مش هنط، انا مش شايفك. بابا قال له ما تخافش، انا موجود، انا شايفك، المهم اني انا موجود وشايفك، نط وانا يعني هلحقك. همسكك. وكانت النتيجة ان الولد لانه عارف باباه بيصدق كلام باباه وعارف ان باباه مش ممكن هيتخلى عنه، نط. أنقذ نفسه لما صدق كلام بابا ونط. لو ما كانش والنهاردة نط، دعوة ان كلنا أيوة ننط، بس هننط كان فين؟ هيموت. في حضن يسوع. دعوة النهاردة انه اوعى تصدق انك لوحدك، لما يجي الشيطان ويزن على ودانك ويقولك انت لوحدك، قول هو قال اني انا معاك كل الايام، هو قال اني انا مش هسيبك، هو قال انه خلاصي يسوع مخلص، من ضمن اسماء يسوع او معنى اسم يسوع مخلص، يخلص شعبه من خطاياهم. امور كتيرة وهدايا كتيرة الرب يسوع جه وجايبها بيقدمها لينا، ولكل واحد النهاردة بيشوفنا. افتح ايدك، افتح قلبك واستقبل الهدايا دي، استقبل قد ايه يسوع عايز يبقى معاك في كل وقت. آمين. من الجميل كده انه اللي هيصدق النهاردة ويرمي نفسه كده في حضن يسوع، الوضع بالنسبة له هيبقى مختلف. يصدق ده الإيمان، والإيمان هو العملة اللي تقدري تجيبي بيها كل حاجة أو تعملي بيها كل حاجة. يقول كده الإيمان هو العملة التي تفتح ليك كل الأبواب. هنصدقه النهاردة، هنصدق كلامه، هنصدق حبه. يقول الكتاب أليست 5 عصافير بكام؟ بفلسين، بفلسين بس ما فيش ولا واحد منهم منسي. منسي. يسوع مش بينسى حتى العصافير، ويتكمل الشاهد ويقول أنتم أفضل من عصافير عصافير كثيرة. كثيرة. نعم. إحنا أفضل، إحنا الله خلقنا على صورته ومثاله، إحنا حتة منه، ولما بناخد سر الإفخارستية بيبقى هو فينا وإحنا فيه. فتخيلي كده، ممكن يجي إبليس ويزن ويقول ربنا مش واخد باله منك، دي حقيقة؟ لا دي مش حقيقة، دي كذبة. إبليس بيرمي علينا كذب من عنده، وإحنا النهاردة هنرفض نصدق الكذب دوت. أبونا بشوي كامل بيقول الإحساس المستمر بوجود الله معايا في كل أعمالي وحركاتي إشارة صادقة للتجسد الإلهي. يعني من إشارات جميلة التجسد إني أنا أبقى شايف إنه إن الله يسوع معايا معايا. في كل حاجة، في كل حركة بتحركها. يكمل ويقول لأنه به نحيا ونتحرك ونتحرك ونوجد. ونوجد. البابا شنودة برضو بيقول كلمة حلوة قوي فرقت معايا، بيقول الإيمان بقوة الله الحافظة يحمي الإنسان من كل خوف. أمين أمين. فعلا الإيمان ده عملة، يعني هي عملة السماء، وهي اللي بتخلي يعني حياتنا تتغير. والرب يسوع كده قال كل حد كان بيقابله قبل ما يتكلم معاه وبعد ما اتكلم معاه، أول بس ما يلاقي الإيمان كده يعني بان، بينال الشخص اللي هو كان عايزه. بيرضى وربنا يبقى راضي وفرحان ويقول ابني مصدق، ايوه ابني شايفني. نفسي ما ننساش الطفل اللي كانت الدخان مالي الدنيا ما كانش شايف باباه. وقت الأزمة ممكن نبقى تعبانين ومش شايفين، بس إيماننا هيخلينا نرمي هينقذنا. بنفسنا جوه حضن يسوع، وده الإنقاذ الحقيقي. حقيقية قوي المقولة اللي بتقول الحياة قبل يسوع بشكل وبعده وبعد بشكل. يسوع بشكل تاني خالص. انا معايا يسوع، انا شايفه، انا شايف وجوده معايا، معيته دي مهمة جدا. هو قال انا معاكم كل الايام. النهارده عايزين نحط ايدينا في ايديه ونقول له يا رب هنمسك في ايدك، ولا امور تخوف ولا امراض تخوف ولا احتياجات تخوف ولا ايوه، اي ولا حاجة اللي تخوف بنسمعه عن السنة الجديدة يخوف. ولا اي حاجة امين. ولا اي حاجة. هل معنى كده انه الحاجات دي مش مخاوف حقيقية؟ لا طبعا، مخاوف حقيقية، بس الإيمان يعرف يغلبها. انا نفسي كده مع كل مخاوف بتعدي فيها نقف ونقول للمخاوف كده، للمخاوف انا ليا اله عظيم، امين. انا ليا اله عظيم، انا معايا اله عظيم، انا مش لوحدي. كل حد من المشاهدين يقف يقول انا مش لوحدي، انا معايا اله عظيم أمين. جاي النهارده يطرد كل خوف. هل تتوقعي كده وجود الرب يسوع في وسطينا دلوقتي ممكن حد يخاف؟ لا طبعا، لا ولا من جوع ولا من مرض. يسوع كان بيقول يصنع خير، بيشفي كل مرض في الشعب،
ياما شبع ناس، ياما سدد احتياجات مختلفة، ياما يعني حتى الموت قدر عليه. مفيش حاجة تفضل موجودة وليها أثر الخوف ويسوع موجود. أمين أمين. في كده ممكن أقول لك اختبار حد من الأمهات بيقول على بداية السنة، السنة دي اترمى عليها خوف كتير. بتقول ابني عدى في مشكلة كبيرة جدا وما كان لهاش حل، وبنتي كانت مريضة وكانت بدأت تخف، وشوية وبصيت لقيت أعراض المرض الشديدة ابتدت ترجع لها تاني. بتقول أنا بقيت مش عارفة أعمل إيه، كنت خايفة وأخدت بقى كل يعني عارفة الأفكار، هيحصل كذا مع الولد وهيحصل كذا مع البنت، مخاوف مخاوف. مع بداية السنة بقت بتقول مش عارفة تعمل إيه، وقفت تصلي وأخدت كل المخاوف وحطيتها قدام ربنا، وقالت له بص يا رب، ابني ده وبنتي دي ولادك، مش هخاف عليهم أكتر منك، أنا سلمتهم لك يوم ما اتولدوا وبرجع تاني أسلمهم لك النهاردة، أنت مسؤول، أنت معاهم ومعايا، يعني مش معاهم بس، لا أنت ايوه معاهم ومعايا، ايوه أنا شايفاك. بتقول وهي بتقرا في الكتاب المقدس جات لها شواهد خدتها في حته تاني خالص بعد الخوف والرعب اللي كانت حاسه بيه. بتقول كده الشاهد كان بيقول: كن لي صخره ملجا ادخله دائما، امرت بخلاصي لانك صخرتي وحصني. كان ربنا بيقول لها انا شايف قد ايه الموقف صعب، بس انا الملجا بتاعك، اتسندي عليا عليا. اتسندي عليا. كملت صلاه وسلمت الامر اكتر. بتقول كان الشاهد التاني: فإن الرب قاضينا، الرب شارعنا، الرب ملكنا، هو يخلصنا. كملت صلاة لأن الخوف ما كانش قليل عليها. بتقول الشاهد اللي جاي بعده: فيكون أمان أوقاتك وفرة خلاص وحكمة ومعرفة، مخافة الرب هي كنزه. أمين. هي كلمات الرب ليها سلطان على حياتنا، يعني ليها سلطان تعرف تطرد الخوف، بس لما برددها بإيمان بتبقى يعني فعالة زي ما حضرتك بتقولي في الاختبار ده. بتدي قوتها بقى، يعني انا وانا بردد كلام الله باخد القوة بتاعت كلام الله تدخل جوايا وتطرد الخوف. انا مش هاخد آية واسيب الخوف جوه، لا ده انا هاخد الآية وكأني بقعد ارددها واتكلم ألهج بيها فيها. لحد ما اصدقها أمين. وايماني يزيد. بتقول الثلاث آيات كان فيهم خلاص، ثلاث شواهد اللي جولها كان فيهم كلمة خلاص، وكأن ربنا بيقول لها انا خلاصك، أيوة. انا خلاص للولاد، انا المخلص. بتقول انا فضلت اسبح وارنم واشكر ربنا واقول له يا رب انت تخلص، لسه مفيش حاجه حصلت، بس من كتر ما اترددت الايات جواها ابتدت تفرح وتقول يا رب اطمنت، انت موجود، انت معاهم، انا معرفش اساعده بس انت تعرف تساعده. جميل قوي يا نيفين، هو جميل ده قوي. الهنا. واحده تاني بتقول السنه بدات والاحتياجات معاها جت ايه كتيره، عايزه وعايزه والولاد عايزين والبيت محتاج، فقلت ادخل قدام ربنا واقول له على الاحتياجات، وانا بصلي بتكلم معاه بفتح كتابه المقدس وعماله اقول له بقى فاكره ربنا هيقول لي ايه، انا حسدت. تخيلي ربنا ابتدى يكلمها عن العطاء. العطاء. العطاء بتقول بقى انا يا رب جايه لك اقول لك اديني، تكلمني عن العطاء، طب اعملها ازاي ديت. تقول فضلت تكمل وتقرا في الكتاب المقدس وتصلي، وبعدين وهي بتصلي افتكرت حد تعرفه وربنا فكرها باحتياج كبير لصاحبتها ديت. بتقول وانا يعني اول ما جت في دماغي قلت له لا 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 يا رب انا مش هقدر على كده، انت تقصد ايه، انت عايزني ادي كمان من اللي معايا، ده اللي معايا مش مكفي. بتقول انا حسيت جوايا ساعتها انه ده انت هتدي وهتدي كتير لأنها محتاجة كتير. وقفت قدام ربنا وقالت له اعملها ازاي يا رب، انا مش عارفة اعملها ازاي، بس قعدت تصلي وتقول يا رب اشكرك، انت كلامك يعني بيبقى بيدي قوة وبيدي معونة وبيدي قدرة على ان الواحد يعمل كده. لكن وهي بتصلي كده ويعني اخدت القوة ديت ابتدت تشكر ربنا وتقول له يا رب انا بشكرك لانك هتساعدني. راحت طلعت اللي ربنا يعني حطه في قلبها وراحت اديته لصاحبتها. بتقول انا افتكرت ساعتها حسيت باحساس فرح غير عادي، وكانت النتيجه انه ابتدت تقول لنفسها فعلا اللي بيدي اللي معاه بيزيد مش مش بيقل. بيقل. بتقول مجرد ما عملت كده فرحت جدا واللي معايا كفى وربنا بعت، فرحت
واللي معايا كفة وربنا بعت. نفسي في الآخر كده أقول لكم يعني لما تيجي الضيقات ولما تيجي المخاوف وتترمي علينا هنعمل يعني حاجات صغيرة. نشكر، مش هشكر على المخاوف، هشكر على إن أنا معايا الإله اللي يطرد المخاوف دي. أمين. وتاني حاجة هبتدي أفتح قلبي وأتكلم مع ربنا بمخاوفي ببساطة مع صديقي. وتالت حاجة هآمن بيسوع الإله القدير المخلص اللي يخلصني من المخاوف. وآخر حاجة أتجاوب مع معيته، يكلمني من الكتاب المقدس، من ترنيمة، من وعظة، من قداس. أمين. أتجاوب معي. أمين 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 أمين. تكون لنا هدايا الميلاد لخير حياتنا ولطرد كل مخاوف بتترمي علينا يا نبين. أمين. بشكرك جدا، ونتقابل إن شاء الله في حلقة جاية إن شاء الله. أعزائي المشاهدين هنطلع فاصل ونرجع نكمل. رجعنا بنكمل حلقتنا، ويسعدني ارحب بضيوفي معايا مدام امل جميل. اهلا بيكي امل. اهلا يا رب. استاذ وجدي رشدي اهلا بيكي وجدي. اهلا بيكي. استاذ نشأت مكرم اهلا بيكي نشأت. اهلا يا نرمين. كل سنه وانتم طيبين. النهارده عيد الختان، وامين صحيح. الرب يكون بيعيد الايام على خير، ونكون بنعرف نقدس قلوبنا ونمتحنها بمناسبه يعني الايام ديت. امين. طيب هنبدا طلبات الصلاه. صلى لابن الرب لانه متحارب في الشغل، حاسس انه في مؤامرات عليه والعاملين معاه غير امناء وخايف منهم. اتفضل يا نشأت. يعني في البدايه احب اشجع صاحب الطلبه بايه بتقول بخوافيه يظللك وتحت اجنحته تحتم. يعني العدو دايما يصنع فخاخ، لكن احنا بقربنا من ربنا الفخاخ دي كلها ما بتنجحش. فانا بشجع ان يحتمي في الرب ويسلم حياته، يسلم شغله، يسلم بيته. من خوافيه يظلله وتحت اجنحته يحتمي. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نشكرك ونبارك اسمك يا رب. احنا طالبين حضورك النهارده، وطالبين ان روحك القدوس اللي يصلي فينا، روحك المعين اللي مكتوب عنه لاننا لسنا نعلم ما نصلي لاجله كما ينبغي. نعم يا رب، لكن روحك يا رب يشفع فينا بأنات. نعم تعالى صلي فينا يا روح الله، وادينا الطلبات يا رب اللي على حسب قلبك يا رب. نبارك اسمك، نستودع ابنك وطلبة ابنك أمامك يا رب، وفي إيدك يا سيدنا نسأل من أجل يا رب كل مخاوف محيطة به. يا رب ابطل كل مؤامرة، وابطل أيضا كل مخاوف حواليه، وبالأولى يا رب ابطل كل مخاوف ساكنة جواه يا رب. حتى لو كان الجو المحيط به مخيف، لكن ابعت لي سلام يا رب، وابعت لي طمأنينة. إزاي يا رب يحتمي فيك؟ لعن زي ما هو مكتوب بخوافيه يظللك وتحت أجنحته تحتمي. درب ابنك يا رب، وعلم ابنك يجي لك يرجع لك يا رب. ونعم يا رب النهارده يتملى قلبه بالبشارة اللي قالها، اللي اتقالت في ميلادك يا رب: لا تخافوا أنا بشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب. يا رب ادي ابنك أن يختبر سلامك ويطرد الخوف من قلبه مهما كانت الظروف، مهما كانت الأحداث. يا رب من فضلك داويه من جوه يا رب، قبل ما تصلح الأمور ولا تعالج الظروف اللي حواليه ولا الظروف المحيطة بالشركة. في اسمك المبارك احنا بنسألك يا رب، يا رب داوي من جوه يا رب بقربك منه وبحمايتك ليه. انت عمانوئيل اللي مكتوب عنه تفسيره الله معنا، يختبر معيتك وهو يرجع ليك ويقرب منك ويعيش معك يا سيدنا الرب. وبارك اسمك من اجل الحمايه، وبارك اسمك من اجل ابنك يا رب يقرب منك وياخد حياه جديده، وبارك اسمك من اجل سلامك اللي يفك العقل، وبارك اسمك انه مكتوب اله السلام سيسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا. أمين 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 أمين. صلاة لأجل الطفلة جوليسيا، محتاجة عملية لوجود كيس مية على المخ، وجراحة لتوصيل جهاز بالمخ متصل بالمعدة. تفضل يا أمل. بسم الآب والابن والروح القدس لهنا واحد أمين. فيعلن مجد الرب ويراه كل بشر جميعا، لأن فم الرب تكلم. يا رب احنا جايين كده واثقين في كلامك، واثقين يا رب ان كلمة من فمك تخرج يا رب لبنتك بالشفاء. انت قلت يا رب كلمة، وتقول يا رب كلمة للبنت الآن يا رب في اسمك الغالي، وتخرج الكلمة بكل سلطانك وبكل مجدك وبكل قوتك. تخرج يا رب بكلمة بالشفاء
وأمر سماوي يخرج الآن ليها يا رب. إن كانت البشر يا رب تعجز وما تعرفش تعمل أي حاجة وتقف عجزة وتشوف الأمور كبيرة، لكن إحنا بنقول كده إن فم الرب يتكلم لبنته بالشفاء وبالراحة وبالسلام للأسرة. مد إيدك القديرة يا رب يسوع، نراك بمجدك وبقوتك، نراك يا رب بكل سلطانك، نراك يا رب كده وإنت بتخرجنا من كل ضيقة ومن كل حاجات صعبة ومن كل أمور يا رب إحنا بنشوفها مستحيلة، إلى رحم وإلى راحة، لأنك إنت تكلمت وتتكلم يا رب لبنتك بكل خير. دي كل المجد. أمين. أمين أمين أمين. لما بنشوف الرب يسوع في الأناجيل وهو كان بيقول يصنع خير ويشفي كل مرض، يعني دي بتدينا قوة وبتدينا إيمان. أنا أشجع كل حد تعبان إنه يكون بيقضي وقت مع كلمة الله ويشوف الرب يسوع وهو كان بيعمل إيه على الأرض، لأنه هو أمس واليوم وإلى الأبد. فزي ما كان بيصنع عاوز يعمل دلوقتي، بس ألا يوجد الإيمان اللي يكون بيحرك إيده؟ أمين. الرب يكون بيزيد إيماننا. صلاة من أجل سماحة تعمل عملية قلب مفتوح، وصلاة من أجل سميرة عندها روماتويد. سماحة تعمل قلب مفتوح وسميرة عندها روماتويد. تفضلي نشفى. أبونا السماء بنبارك اسمك يا سيدنا الرب. نعم يا رب، عايزين نختبر حضورك وعايزين نختبر وجودك في الأزمات يا رب. يا رب من فضلك يا رب، احنا رب في عالم مليان بالشرور مليان بالضيقات، لكن انت وعدتنا يا رب وقلتنا وخبرتنا انه في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا انا قد غلبت العالم. من فضلك ادي ولادك غلبة يا رب، ادي ولادك كل المعطيات يا رب اللي تخليهم يعبروا الازمات بسلام ويعبروا الازمات بنعمتك ويعبروا الازمات بحضورك يا رب، يعبروا الازمات يا رب برفقتك. فمن فضلك يا عمانوئيل المكتوب عنك واللي تفسيره الله معنا، رب ادي ولادك يختبروا رب في امراض الروماتويد والعملية القلب المفتوح، يا رب اديهم يختبروا حضورك وقربك، نعم وحمايتك يا رب، نعم لا يكون ظلام للتي عليها ضيق، نعم ان كان في ظلام، لكن يا رب تعالى بنورك، يا نور العالم اللي جيت نور عشان تنور لينا ظلمتنا وتنور لينا ايامنا وتنور لينا قلوبنا وتنور لينا الاوقات يا رب في الاوقات الضيقه الصعبه، لكن لا يكون ظلام للتي عليها ضيق، لانك انت معانا ولانك انت موجود بتعزياتك بحضورك بسلامك برفعتك بانك تحمل ولادك يا رب. بفضلك يا رب الكل يرجع لك، الكل يكون ليك يا رب. نعم يا رب دي اعظم عطيه نختبئ فيك يا رب. انا بصلي لك من اجل ولادك دول يا رب، يكون طلبتهم خبيني فيك يا رب، خبيني فيك يا رب، في ظل جناحيك استرني يا رب. نعم يا رب مهما كانت المخاوف اللي حواليا، لكن انت تقدر تبطل المخاوف اللي جوايا. نعم يا رب انا عايش في الفلك في سفينه المسيح. نعم يا رب مهما كان في ريح ومهما كان في عواصف ومهما كان في هيجان، نعم انا ضميري انا مطمن وضميري مستريح. احمي ولادك، اطرد الخوف من قلبهم، اطرد من حياتهم اللي يا رب الحزن والياس. نعم يا رب طمنهم. نعم يا رب المجد لله في الاعالي وعلى الارض السلام وبالناس مسره. نعم في قلوب ولادك سلام وفي قلبهم مسره وتعزيات في اسم يسوع. امين 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 أمين. ويكون في يوم يريحك الرب من تعبك ومن انزعاجك ومن كل عبودية قاسية في اسم يسوع. صلاة من أجل طلعت، الرب يشفي، عنده تلف في أعصاب العين الشمال. أختنا هالة هتشاركنا الصلاة، تفضلي هالة. الآب والابن والروح القدس إلهنا واحد أمين. إلهنا الصالح الصانع القوات والآيات، بنشكرك لأنك تقبلنا وتسمع طلباتنا وتتحنن علينا. بنطلب يا رب من أجل أخونا طلعت وكل تلف في أعصاب عينه، مكتوب ويكون كل من يدعو باسم الرب يخلص. بنيجي مع أخونا وبنحط طلبتنا قدامك وبندعو باسمك، فيكون لنا خلاص من خطيانا ومن ضيقاتنا ومن أمراضنا، ونلاقي نجاة في القرب منك، وتشرق يا شمس البر على ابنك طلعت وتهب شفاء وترجع عينه صحيحة في اسم الرب يسوع بشفاعة أمنا العذراء مريم، تسمع وتستجيب لكل المجد. أمين
أمين. قادر يا رب أنك تكون بتصنع مع ابنك أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر. صلوا من أجل شيماء محمود، عندها كانسر في المعدة. تفضل يا أمل. بسم الأب والابن والروح القدس إلهنا واحد أمين. لخلاصك انتظرت يا الله، ننتظر خلاصك يا رب من كل تعب، من كل مرض، من كل أمور يا رب صعبة. ننتظر خلاصك يا رب لبنتك، إن كانت يا رب جاية تطلب كده الشفاء، لكن أنت يا رب بتديها الشفاء والخلاص من كل تعب. أشكرك وأسبحك لأنك عظيم. يوم ما بتدينا هدية يا رب بتديها لنا كاملة، بتديها لنا يا رب كده ملفوفة بكل خير السماء. ادي لبنتك يا رب النهاردة هدية الشفاء مع هدية الخلاص أيضا، تتخلص من كل تعب، من كل أمور يا رب بتتعبها، يكون كده بداية لحياة جديدة معاك، تلتمس وجهك وتطلبك وتلاقيك قريب منها يا رب يسوع. أنت وحدك يا رب اللي كنت بتقول تصنع خير وتشفي كل المرضى والمتسلط عليهم إبليس. اشفي بنتك يا رب والمسها، أنت قادر وعظيم. بنعلن يا رب أن ما فيش قوة في السماء وفي الأرض أكتر من قوتك، ولا في حد يقدر يخلص غيرك، أنت وحدك يا رب. خلصها من أتعبها ومن مرضها ومن كل مخاوف حواليها. أمين. ليك كل المجد والتسبيح. أمين. أمين أمين. عايز في مناسبة الميلاد ومناسبة طلبة أختنا شيماء، في معنى جميل جدا اتقال عن الرب اللي بيقول كده: يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه. بعدين بيوصفه، يدعى اسمه عجيبا، مشيرا، إلها قديرا، أبا أبديا، رئيس السلام. في كل معنى من دول راحة، في كل معنى من دول يخلينا نروح نلجأ له وننادى عليه. يدعى اسمه عجيب، يعني قادر في المرض وقادر في الحيرة وعدم وجود حلول، وأنا مش عارف أنادي مين، مش عارف أروح فين، مش عارف ألجأ لإيه. يوجد إله يكتب عنه اسمه عجيب ويصنع معجزات. مشيرا، تقدر تشاوره، تشاوره وتناقش وتتكلم ويديك حلول. إلها قديرا، يعني ما فيش في قدرته حد، قديرا على أصعب الأمراض، السرطان، الأمراض المزمنة، أمراض ملهاش علاج. إلها قديرا أبد أبدا، رئيس السلام، يقدر يدي سلام، هو وحده القادر أن يضع السلام الداخلي في قلوبنا رغم كل الظروف. أمين. ده الصفات اللي لها نحن بنصرخ له لأجل شيماء، أن رب يمد إيده. أمين. ويتعامل ويعطيها سؤل قلبها. أمين. أمين في اسم يسوع. سلام من أجل مدام منى، عملت عملية في القرنية والعملية فشلت وهي حزينة جدا. تفضلي نشأة. الكتاب المقدس بيقول: ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقية. أيوه. مسحت بالدهن رأسي كأس ريا. احنا عايزين ناخد كل الامتيازات اللي لينا وكل الاستحقاقات اللي لينا في الله وفي الرب يسوع. في مزمور، الكلام ده بتقال في مزمور 23، يقول ترتب قدام مائدة تجاه مضايقية. العدو يرتب دئات والرب يرتب مائدة مليانة، وكأن يعني عارف كأنه في محفل وقاعدين في ضيافة، هو بيستضيفني وأنا الضيف، والمائدة مليانة من غنى من كل شيء. يقول لك يرتب قدام مائدة تجاه مضايقية. مسحت بالدهن رأسي. الراعي لما الخروف يتصاب ويتجرح في دماغه في راسه، وراح يصب عليه زيت عشان يشفي الجرح. وبعد كده اقول راسي كيا، راسي بدهن، مسحت راسي وكأسي ريا، يعني يملا الكأس بتاعي بالنعمه الغير محدوده وبالسلام الغير محدود وبالراحه الغير محدوده. ترتب قدامي مائده تجاه مضايقية. مسحت بدهن راسي كأس ريا. أمين. مين احنا؟ مدام منى عملت العملية والعملية فشلت. شكرك وبارك اسمك لأنك موجود، لأنك حي، وأنت أبدا ما تفشلش. تعجز الأطباء وتعجز الحلول البشرية ويعجز الإنسان، لكن عندك في كل حين بداية وفي كل حين جديد وفي كل حين أمل وفي كل حين رجاء.
نعم أشكرك وبارك اسمك. نعم يا رب يوجد رجاء، يوجد رجاء فيك يا رب. احمي بنتك من الإحباط، احمي بنتك من استنزاف قوتها في اسمك المبارك، ورتب قدامها مائدة يا رب. إن كان الأمر سبب لها ضيق وانزعاج وتوتر وحزن، لكن أنت ترتب لها مائدة غنية من حضورك، من سلامك، من أملك، من رجاء. اديها الإيمان في اسم المسيح يسوع. لا تطرح ثقتها فيك يا سيدنا الرب، ترتب قدامها مائدة تجاهها يا رب. صب عليها من خمرك وزيتك زي السامري اللي يا رب صب من خمر وزيته على كل ألم ووجع داخلي نفسي يا رب، وتشفي كل ألم نفسي واكتئاب في اسمك المبارك يا سيدنا. ببارك اسمك وأشكرك من أجل حمايتك ليها، وبارك اسمك وأشكرك من أجل شفائك ليها، ومن أجل أنك أنت عندك حل. يوجد رجاء فيك. طمن بنتك، زد إيمانها، احميها من الشك والحيرة في اسم يسوع. آمين. آمين آمين. هو مش سايبك، أنت مش لوحدك، هو معك. ممكن نتبارك بترنيمة وجدي؟ ترنيمة بتقول إلهنا عظيم، إلهنا إله العهد، حافظ العهد. أيوه. هو أتى ليكون لنا أفضل حياة ويكون لنا الأفضل، وهو ضامن العهد الأفضل. إلهنا عظيم جدا. تريمة بتقول إلهنا عظيم، إلهنا أمين. بارك اسمك يا رب. من سيف دنياك وجب أسود يا إلهنا الصالح، شكرا ليك مهما بنشكر مش هنوفيك، دي مرحمة جيل ورا جيل، وأمانتك ثابتة وما بتزول، أعمالك تشهد لك وتقول يا رب ملكش مثيل. في قلب السجن وسط الضيق بتيجي بقوة يا أوفى صديق، ونوقف البحر قصاد شعبك بتشقه وتعمل منه طريق، ما في أبواب ولا أسوار أمامك تقوى يا رب. نشوفك وسط أدون النار يا إلهنا الصالح، شكرا ليك مهما بنشكر مش هنوفيك، دي مرحمة جيل ورا جيل، وأمانتك ثابتة وما بتزول، أعمالك تشهد لك وتقول يا ربي ملكش أجدادنا. عهودك لينا ولولادنا يا فادي من الحفرة حياتنا، وعدنا لسه ما تاخدنا، بنعلن إن إيماننا فيك، وإن يوم أنكرنا وصاح الديك بنظرة حب تدوبنا، ونرجع يا إلهنا الصالح شكرا لي
نشكر مش هنوفيك دي مراحمة جيل ورا جيل وأمانتك ثابتة وما بتزول أعمالك تشهدنا وتقول يا ربي ملكش مثيل يا ربي ملكش مثيل أمين أمين أيوة يا رب ملكش مثيل. معنا اتصال. ألو ألو الخط قطع. بنت الرب طالبة صلاة من أجل والدها كبير في السن ومريض جدا بأمراض كتير وهي خايفة على أبديته لأنه شخص متعب جدا وبيسبب مشاكل مدمرة ولاده. الرب يفتح قلبه برجوع وتوبة قبل ما ينتقل. تفضلي يا أمل. بسم الآب والابن والروح القدس الله واحد أمين. فقال موسى للشعب لا تخافوا قفوا وانظروا خلاص الرب الذي يصنعه لكم اليوم. أشكرك يا رب من أجل كلماتك اللي بتطمن القلب. أشكرك يا رب لأن ليك طرقك وتعرف توصل يا رب لكل قلب مقفول. تقدر يا رب في لحظة تديله انتباهة كده بالروح القدس أنه يطلبك أنت وحدك يا رب وتكون يا رب الأوقات اللي جاية دي كلها توبة ورجوع إليك يا رب يسوع. تقدر توصل له بحلم، تقدر توصل له بكلمة، نعم يا رب. تقدر توصل له يا رب في أي مكان هو فيه. أنت يا رب لا يعثر عليك أمر ولا تعدم وسيلة أبدا، لكن ليك طرقك العجيبة، ليك وسائلك العجيبة يا رب. كل طلبة طلعت يا رب من أجل هذا الأب وكل صلاة اتصلت من أجل يا رب يسوع هي محفوظة عندك. أشكرك وأسبحك لأن دي يا رب أمنيتك ودي يا رب اللي أنت محتاجه مننا يا رب نحن نصلي بعضنا لأجل بعض مش بس عشان الشفاء لكن أيضا يا رب يكون لينا مكان معاك في السماء دايما يا رب كده بنرفع طلباتنا من أجل كل أب وكل أم يا رب في السن ده إنه يكون يا رب في التفاتة بالروح القدس ليك يا رب. لا يفقد لا نترك يا رب ميراثنا ابدا من اجل اي امور. بطلب كده من اجل الاب ده في اسمك الغالي ان كل ارواح شريره تكون بتبعد عنه في الحال وتتركه في اسمك الغالي يا رب يسوع. كل حاجات بتبعده عنك وكل افكار ابليس بيرميها في دماغه تكون ليها نهايه اليوم يا رب ويطلبك انت وحدك الاله العظيم القدوس وحدك انت وحدك يا رب. ليه خلاص بيك يا رب ليه خلاص بيك. بحط كل مخاوف يا رب في قلب بنته بين ايديك يا رب واقول لها كده يعني صلي واطلبي وجه الرب صلي واطلبي وجه الرب ولا نخاف شرا لان يسوع دايما معنا ليك كل المجد. امين امين امين. نعم الرب لا يفقد منه احد ولا يعدم وسيله يعرف يوصل لكل قلب. زوجة طالبة صلاة من اجل زوجها اتعرف على واحده تانيه وبعد عن البيت. الرب ينقذه ويساعده أنه ينهي العلاقة ويرده لبيته. أختنا هالة هتشاركنا الصلاة. تفضل يا هالة. يا سيد الله. بسم الله الإبن والروح القدس إله واحد أمين. يا رب أشكرك لكلماتك مكتوب كده ليستجب لك الرب في يوم الضيق ليرسل لك عونا من قدسه. بنصلي لأجل أختنا اسندها قويها شددها ارسل لها معونة من جبل قدسك وصلي فيها صلوات مقتدرة لأجل جوزها وبيتها. زد إيمانها فيك لأنك سامع الصلاة. بنصلي لأجل الزوج يا رب افتقده بنعمتك الغنية اتكلم في قلبه اتكلم حتى في أحلامه. بنعلن إيماننا إنك لا تعدم وسيلة يا رب. شمر عن ذراعك القوية وانزل لخلاص ابنك. اخرج رجليه من الشبكة تفشل كل خطط العدو عليه. ردوا ليك يا رب وردوا لبيتك منتظرينك يا إلهنا العظيم ليك كل المجد والإكرام. أمين 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 أمين. الرب يرده لنفسه. أمين. إحنا معنا اتصال أخونا عزت على التليفون. ألو ألو أهلا. تفضل حضرتك على الهواء. تفضل إحنا سامعين حضرتك. مساء النور. الو اتفضل احنا سامعين. مساء النور وحضرتك. طيب
ومسى عليكم على الخير ومسى عليكم وتعالى السلام حلو عليكم. امين. عندي ثلاثة وعشرة بالفرح. تفضل. عندك وحضرتك طيب عندك عنده كانسر وعايز تلبس صلاة. تفضل. ماشي تفضل يا نشأت. ابونا السماوي جاي لك يا رب لاجل ابنك عزت يا رب. ايوه يا رب. شكرا ليك لاجل عينك اللي عليه. ايوه رب. شكرا ليك لاجل المكتوب احفظ لي مثل حدقة العين في ظل جناحيك تسترني. يا رب احنا بنسأل يا سيدنا الرب انك تحفظ ابنك مثل حدقة العين وفي ظل جناحيك استره. نعم يا رب. نعم افتح لي رب قوى السماء يا رب. افتح عليه قوى السماء يا رب وتأتي عليه بسلامك الخاص اللي يملا قلبه ويملا كيانه. يا رب افتح لي قوى السماء يا رب عشان يشوفك يا رب يترمي في احضانك يا رب يتملي تعزيات ويتملي سلام ويتملي يا رب امان في حضنك يا رب يشوفك يعرفك يمسك فيك ولا يرخيك. تكون انت رفيق تكون انت معين وتكون انت سند. يا رب بشكرك لأجل نعمتك الغامرة اللي تحمله يا سيدنا الرب. املأ بسلامك يا رب. املأ بسلامك يا رب. يا رب املأ بحضورك يا رب. يا رب املأ بمعيتك يا رب. يكون يا رب رفقتك لي يا رب سبب تعزية وسبب يا رب أمل والسبب يا رب رجاء في اسم المسيح يسوع. بشكرك وبارك اسمك لأنه يا رب ابنك يا رب يتحمل محمول على الأزرع الأبدية ومحمول على إيديك المباركة يا رب. نعم يا رب في اسم يسوع المسيح في اسم يسوع المسيح مد يدك المباركة يا رب ودي ابنك يا رب شفاء من يدك الكريمة. نعم يا رب وافتح عيني على عطاياك وافتح عيني على خزائنك افتح عيني على يا رب محبتك وافتح عيني على قوتك يا رب. لا يخاف لا يخاف يا رب. ونعم يكون لي سلام يكون لي طمأنينة فيك كل الكرامة والمجد ليك يا رب. أمين 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 أمين. بشجعك يا أخويا أنك تكون دايما كده بترفع عينك للسماء حيث يأتي عونك لأن معونتنا من عند الرب في كل وقت تضعف تخور تحس أنك مكتئب أو تعبان ارفع عينك ارفع عينك للسماء وهو هيتلاقيه قريب وجنبك وسند ومعين وأخ وألزق من الأخ صديق ألزق من الأخ. فأمين الرب يكون دايما بيشددك ويرفعك ويعرف يكون بيمد إيده وينتشل من كل دقيقة وقادر أنه يكون بيصنع شفاء للجسد في اسم يسوع. صلاة من أجل عادل في العناية المركزة عنده ضيق في التنفس. تفضل يا أمل. بسم الآب والابن والروح القدس إلهنا واحد أمين. مكتوب عنك يا رب كده أنك تنجي وتنقذ وتعمل الآيات. أشكرك وأسبحك يا رب لأنه أنت وحدك اللي بتنجي وتنقذ وتعمل الآيات. بنصلي من أجل أخونا يا رب مد إيدك بسلطان وبمجد وبقوة تراءى لي يا رب في صعب في الوقت الصعب اللي هو فيه. اظهر يا رب بمجدك وبنورك يا رب اشرق بنور وجهك عليه يا رب يسوع. انت قلت كده ليكن نور فكان نور ونطلب يا رب ان نورك يكون حوالين اخونا وهو تعبان وهو متألم وهو لوحده تكون انت رفيق الدرب ده تحسسه يا رب انه مش لوحده ومش متروك لكن انت يا رب قريب منه وانت الوحيد اللي قادر تنقذه وتنجيه. مد ايدك يا رب القديره مد ايدك بكل سلطانك وبكل قوتك وبكل يا رب البركات اللي عندك ليه لا يفقد منك ابدا ولا يكون يا رب في ضيق لكن اشرق بنور وجهك عليه يا رب كل وقت فلا يكون ابدا في ضيق ليه كل المجد. امين امين امين. الرب خروجه يقين كالفجر. أمين. صلاة من أجل الطفل ماثيو عمره 3 سنين عنده سرطان في العمود الفقري والكلى. تفضل يا نشأت. يقول الكتاب كده مبارك الرب لأنه سمع صوت تضرعي. الرب عزي وترسي اتكل عليه قلبي فانتصرت وابتهجت قلبي وبأغنيتي أحمده. يعني أنا شجع كل يعني إذا كان العيلة أو الأسرة اللي حوالين ماثيو إننا ماثيو يكونوا بياخدوا المعاني دي. الرب بيسمع الصلاة بيسمع التضرع
الرب في الأوقات دي بيبقى معين وإيده بتظهر بقوة وقبوته ورعايته والتشديد الخاص اللي بيبعته لأرواحنا. فأتمنى أنه يستقبلوه في الوقت ده. مبارك الرب، أنا سمع صوت الرب عزي وترسي علي اتكل قلبي فانتصرت. أمين. شكرك وبارك اسمك. احنا ملناش إله غيرك، ونقر ونعترف أنه ليس إله مثلك، زي ما مكتوب لم ترى عين إلها غيرك يصنع لمن ينتظره. مكتوب أن تعلمين أن أنا الرب الذي لا يخزي منتظر. الذي لا يخزى منتظروه. نعم يا رب، ادينا ننتظرك، ادينا يا رب نرفع قلوبنا ليك، ادينا نتيقن يا رب ونقول كده مع عبدك، نعم يا رب قد علمت أنك تستطيع كل شيء ولا يعسر عليك أمر. نعم اتكلت عليك فانتصرت يا رب. نعم يا رب أنت تسمع التضرعات النهاردة، وأنت بتسمع تضرعاتنا، وأنت بتسمع صلواتنا، وأنت بتسمن جدا اتكلنا عليك وفاتح أذناك يا رب لصراخنا لأجل ابنك ماسي. يا رب ببارك اسمك وأشكرك، لأنه يا رب يا رب تسمع صراخ المحيطين بي وتديهم إيمان يا رب، تديهم أن يتكلوا عليك، وتديهم يا رب أن يشوفوك في وقت الشدة، ويشوفوك نعم يا رب توجد لهم شديدا. يا سيدنا الرب احمي ابنك، مد يدك الشافية. نعم يا رب تصنع معه عجبا يا رب، نعم تصنع معه آية يا سيدنا الرب في اسم المسيح يسوع. نعم منتظرينك، ونعلم جيدا، نعم سنعلم جيدا رب انك انت لا تخزي ابدا، منتظريك واحنا منتظرينك يا سيد. كل الكرامه والمجد ليك. امين 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 يا رب. تقول إيه؟ كلمه فيبرأ ابنك الان. طلبت صلاه لام بتعاني من ازمه صدريه مزمنه وبتاخد الاكسجين باستمرار. اختنا تهاني هتشاركنا الصلاه، اتفضلي يا تهاني. من أجل إذن الرب قدس إله واحد أمين، نبارك اسمك ونعليك يا رب، نرفعك ونعلن إنك صالح وإلى الأبد رحمتك. جايين بندعوك يا رب حسب وعدك، نرضيك دعوة الرب. جايين بنضع أمنا أمامك يا رب، نطلب ليها لمسة شفاء، تيجي كده عليها يا شمس البر والشفاء في أجنحتها، تشعر بقوة ويكون العلاج يا رب بيأتي بنتيجة. نثق يا رب إنك تضع إيدك عليها النهاردة، تجد قوة في داخلها يا رب، تعبر بيها يا رب كل أزمة هي حشعر بيها. نسأل يا رب من أجل ملائكتك وشفاعة أمنا العذراء، بركة كل القديسين يا رب، كل مجد وكرامة. أمين 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 يا رب، تسمع وتستجيب في اسم يسوع. طلبت صلاة لزوج وأب بيعاني من مرض مناعي ومرض السكر والعلاجات متضاربة، صلاة إنه يتكلم مع ربنا ويرمي همومه عليه. أمين. تفضل يا أمل. بسم الله والابن والروح القدس لهنا واحد أمين. لأنه ينقي الفقير المستغيث. أشكرك يا رب يسوع المسيح لأنك بتنجي الفقير اللي ما حلتوش حاجة، المستغيث اللي بيجي يا رب يطلب منك وهو ما حلتوش يا رب الطلبة دي إنه يقدر يعملها لنفسه، لكن جايين كده بفقرنا ونطلب منك. انت الغني، انت العظيم، انت القدير اللي بتقدر يا رب تنجي من كل تعب ومن كل مرض. اشكرك واسبحك لانك عظيم، لانك قدير. اشكرك يا رب لانك تبعت يا رب كده معونة لابنك، ابعت له من السماء كده معونة سماوية تنجيه من كل خطر ومن كل تعب. بنعلن يا رب انك عظيم وحدك، وليك السلطان وحدك، تنجي وحدك يا رب. بنصرخ كده من أجل أخونا يا رب، إنك أنت وحدك يا رب اللي تكون حواليه، وإنت اللي تنجيه من كل تعب هو فيه. مد إيدك بسلطان وبقوة، مد إيدك يا رب ليه، المسه لمسة شفاء كده يا رب، ويقوم امسك إيديه ويقوم في الحال. أنت تقدر وأنت تستطيع. إحنا بنعلن كده يا رب إن أنت العظيم وحدك. انت رب عملتها كتير وتقدر تعملها كل يوم، لا يعصر عليك امر ولا تعصر عليك حالة. اشكرك واسبحك لانك معانا، عمانوئيل الله معنا. اشكرك واسبحك، ليك المجد. امين
أمين أمين. قلب هذا الأب والزوج يكون بيتفتح ويكون أمين. بيتكلم مع أبوه ويكون هو بيشيل عنه ويرفع عنه في اسم يسوع. صلاة من أجل نهاية السرطان في الغدد الليمفاوية أن الرب يتنازل بالشفاء. أمين. شكرك ونبارك اسمك يا رب. نعم عينينا عليك وشايفينك إله قدير. من فضلك في الأزمات في الشدة ادينا نكرمك ونعطيك حقك وقدرك لأنك قادر على كل شيء. أنت إله كل جسد لا يعصر عليك أمر. صلى عبدك وقال لك كده يا رب استغثت بك فشفيتني. يا رب ادينا نجر عليك يا رب، ادينا نستغيث بيك يا رب، ادينا نحتمي فيك يا رب، ادينا يا رب يا رب نشوفك في عظمتك، نشوفك في يا رب قدرتك، وايضا نشوفك في يا رب تحنناتك ومحبتك يا رب. نعم يا رب ظلل على ابنك يا رب واعلن لي ذاتك، اعلن لي قدرتك، واصنع عجائب في حياته لأنك أنت هو أمس واليوم وللأبد. يا رب من فضلك، يا رب من فضلك تعال تدخل في حياتنا يا رب، مش عايزين نعيشها لوحدنا يا رب في الأوقات دي، يا رب في الزمن ده يا رب صعب نعدي لوحدنا، لكن أنت اللي تعبر بينا. ادينا نمسك فيك يا رب، ادينا نتعلق بيك يا رب، ادينا يكون كل صراخنا عايزين نعرفك، كل صراخنا عايزين نختبر رب العلاقة الشخصية معاك اللي فيها سلام وفيها غلبة وفيها نصرة. ادينا من فضلك يا رب الإيمان في شخصك يا رب. نعم يا رب، لأن هذه هي الغلبة التي نغلب بها العالم، إيماننا. رب هب ولادك وهب ابنك إيمان، وهب ابنك عين مفتوحة، وهب ابنك تسليم حياة كامل، هب ابنك أنه يترمي في أحضانك يا رب ويشوفك فيتدفى بيك ويختبئ فيك وياخذ سلام يا رب. نعم، وانت مسؤول عن حياته وعن مرضه وعن شفائه. نعم يا رب املك على حياته في اسم يسوع المسيح. امين امين امين. صلاة من اجل مينا مريض نفسي، وصلاة من اجل شريف الرب يحرره من الادمان. اختنا ايمان هتشاركنا صلاه، تفضلي يا ايمان. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. إلهنا الحنان نشكرك لأنك بتشعر بألمنا متاعبنا، مش بس الجسدية لكن النفسية كمان. أشكر أمامك يا رب في مراحمك ابنك مينا، ننتظر يا رب تدخلك السريع مع ابنك. رتب له يا رب دكتور كويس وعلاج مناسب يجيب نتيجة سريعة لابنك. احميه يا رب من اليأس والإحباط، ساعده ويوهبه يا رب رجاء فيك. نؤمن يا رب أن ابنك لا يفقد منك. إلهنا القوي بنصلي من أجل ابنك شريف، قوي إرادته يرفض يا رب الحاجات اللي بيشربها، افتح عينه إنه الأمور دي ضد مصلحته وخيره. ننتظر يا رب تحريرك العظيم الذي فينا أعظم وأقوى من الذي في العالم. بنتشافى يا رب بالملك ميخائيل يحارب مع ابنك لكل المجد. آمين 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 آمين. الرب يكون بيعطي شفاء وتحرير في اسم يسوع. بيتر عنده خراج مش بيخف لظروف تواجده في الخدمة العسكرية، كل ما يتحسن يرجع تاني، الرب يترأف عليه ويشفيه. تفضلي نشأل. من السبب نسلم ابنك من ايديك يا رب. نعم يا رب انت قادر يا رب تمد ايدك وتحمي ابنك. نعم. رب يختبر، يختبر شفائك. نعم. رب يختبر ابوتك. يا رب يختبر رعايتك الخاصة وهو يا رب في الجيش يا رب. نعم في اسم يسوع المسيح، باسم يسوع المسيح يا رب تخرج قوة منك لشفاء ابنك يا رب. نعم وتريحه من كل تعب ومن كل ألم كل وجع يا سيدنا الرب. مبارك اسمك، نشكرك ونباركك ونعظمك لأنك تكون معين لي وتكون رفيق لي في الأوقات دي يا رب. نسألك من أجل كل حياته ومن أجل الفترة دي بالذات يا رب، يختبر فيها يا رب خلاصك العجيب، يختبر فيها سلامك الفائق يا رب، يختبر فيها أبوتك يا سيدنا الرب. أشكرك وبارك اسمك. ابنك رب لا ينسى منك، ابنك رب أنت ضامن وقته وضامن رب شفائه وضامن يا رب خلاص في اسم يسوع المسيح. نعم خلاص على كل مستوى. نعم في اسم المسيح ويجي عليه يأتي عليه من زمان يا رب لحياته بالكامل في اسم يسوع. أمين أمين.
في اسم يسوع. الرب يكون بيتمم شفاء الروح والنفس والجسد في اسم يسوع. صلاة من أجل جميلة، الرب يكمل شفاها ويشفي نفسيتها نتيجة عملية عملتها مأثرة على الحركة. تفضل يا أمل. اسم الأب والآب والابن والروح القدس لهنا واحد. يا رب يسوع المسيح، أنت وحدك يا رب اللي تقدر تشفي النفوس المجروحة والتعبانة. صب زيتك وخمرك يا رب على نفسية بنتك. إن كانت يا رب في أسباب وفي تعب لكل الحاجات الصعبة اللي هي بتمر بيها، لكن أنت وحدك يا رب اللي تقدر تاخدها بين أحضانك. تقدر وحدك يا رب اللي تشفي النفس التعبانة. يمكن الناس بتشوف دموعنا وتشوف تعبنا وتطبطب علينا، لكن الوحيد اللي يقدر يشفي النفوس التعبانة هو أنت يا رب. جايين بنترمي عليك كده ونحط بنتك بين أحضانك ونقول لك يا رب اشفي نفسيتها، اشفي تعبها، قول لها كده ان هي مش لوحدها وانك معاها. تمسك ايديها يا رب وتعدي بيها الوقت الصعب، وتلاقيك جنبها كده مفرح القلوب، معين من ليس له احد يعينه. انت رفيق يا رب الوحيد والتعبان، انت اللي في الليالي الصعبة بتكون جنبنا بتطبطب على قلوبنا المجروحة. ان كانت كلمات متعبة اتقالت، إن كانت أمور ومواقف صعبة حصلت حواليها، أنت وحدك اللي تقدر تنسيها وتخرجها إلى رحم وإلى وسع جديد يا رب تشوفه معاك. ادي بنتك يا رب إنها تسامح وتغفر وتشوفك كده أنت قريب منها. صب زيتك وخمرك يا رب على قلبها وعلى عينيها وعلى لسانها وعلى كل أمور يا رب هي متعبة شافتها. ليك المجد لأنك تغير حياتها وتديها حياة مفرحة. اديها فرح من عندك يا رب، اديها سلام، اديها راحة، اديها هدوء في نفسها. بنطلب واثقين في محبتك وتحننات قلبك. أمين. مكتوب إن في كل ضيقهم تضايق وملاك حضرته خلصهم. لما بلاقيه كده شايل عني بيبقى هو اللي شايل الشيلة الأكتر مني، بس بيعرف يريحني بعد كده. صلاة لأجل حل المشاكل بين جمال وزوجته ترجع للبيت، وصلاة من أجل ليلى الرب يشفيها من الجلطة. أخونا صفوت هيشاركنا الصلاة، تفضل يا صفوت. أبو الإبن الروح القدس الإله الواحد أمين. يا رب بنشكرك ومبارك اسمك لأن عندك رب مخارج من الموت. أشكرك لأن عندك حلول لكل مشاكلنا. أشكرك من أجل أنك جيت علشان تنقض أعمال إبليس في حياتنا. بنبارك اسمك يا رب من أجل كسر كل قوة شريرة عايزة تفرق ما بين ولادك. يا رب في اسم المسيح احنا بنطلب من أجل يا رب روحك العظيم القدوس يكون بيقرب وبيوحد، ويكون عمل العدو النجس بيتكسر بسلطان اسمك وقوة دمك. يا رب بصلي من أجل انه لو كل طرف رب يراجع نفسه ويقدم توبة عن كل الأوقات السابقة وعن كل الأخطاء اللي ممكن ارتكبناها وعدم احتمادنا البعض. يا رب ساعدهم وباركهم واحفظهم في اسمك يا رب، واكسر كل حرب من العدو على حياتهم. مكتوب ما جمعه الله لا يفرقه انسان. نعم يا رب انت اللي جمعت، يا رب انت اللي جمعت. احنا بنؤمن يا رب من خلال سر الزيجة انك انت خليتهم واحد يا رب، الاثنين واحد، فلا ينجح العدو في اسم المسيح يسوع. عندك من الموت مخارج، اذكر بنتك يا رب اللي محتاجة شفاء في اسم المسيح. مد يد الشفاء ليها والتجرى ايات وعجائب باسم فتاك القدوس يسوع في حياتها. المس اماكن الالم والوجع وامر بشفاء لانه مكتوب وكانت قوة تخرج منه وتشفي الجميع. بنشكرك من اجل استجابتك بشفاعة امنا الطاهرة قديسة العذراء مريم وجميع مصاف قديسين لكل مجد وكرامة. أمين أمين أمين. يعني إحنا متشجعين قوي أنه كل طلبة صلاة بنصلي لها نثق أنه الرب بيسمع ويستجيب، بس علينا أن إحنا نكون بنتشارك بكل استجابة الله بيعملها في حياتنا. ده علشان يزيد إيماننا ويزيد إيمان اللي حوالينا، علشان لما تيجي علينا ضيقات تاني نبقى عندنا زي يعني يقين كده أنه زي ما الرب عمل هيعمل. فأنا بشجع حضراتكم أن كل حد الرب عمل معاه حاجة يكون بيبعت، ونمجد الرب ونعظمه على عمله معانا. ممكن نتبارك بترنيمة وجدي. أمين. ترنيمة بتقول أنا مطمن
وانا وياه اصله نقشني على كفي. احنا كلنا كل واحد لوحده في عينين الرب، الرب حاطط عينه عليه باسمه منقوش على الكف. مبارك اسمك يا رب، اشكرك اشكرك. يا هو إلهي، هو صنعني وهو فداني، إزاي بعد كل اللي عمله ده وانسى وأقول إنه بينساني. أمين. الرب كده يكون بيرد لينا التفكير إنه مش ممكن أب بعد كل اللي عمله إنه يكون بينسى. صلاة من أجل نبيل، الرب يشفيه من السكر والرب يعطيه نسل. وصلاة من أجل مينا وسارة، الرب يعطيهم نسل ويعوضهم عن بنتهم اللي اتوفت وهي عندها 4 سنين. تفضلي نشأت. أما نسمع ونشكرك. نعم يا رب، مكتوب ليبتهج ويفرح بك جميع طالبيك. أشكرك يا رب، بارك اسمك النهاردة يا رب. تسمع لصراخ المتعبين يا رب، لكل ألم، لكل حزن، لكل احتياج يا رب. أنت تحول النوح إلى رقص يا رب، وأنت تحول الأحزان دي البهجة، لأن يبتهج ويفرح بك جميع طالبيك. فرح النهاردة ويصنع بهجة في بيوت كثيرين يا رب، وعوض عن كل السنين اللي أكلها الجراد يا رب، عوض عن كل الأحزان، عوض عن كل الحرمان يا رب. نعم بشكرك وبارك اسمك لأنك أنت إله حنان يا رب.
أنك أنت إله تعويضات يا رب، فأثنى حسب يا رب صلاحك مع أولادك يا رب. نعم يا رب، عوّل عن كل رب وقت يا رب كان طال انتظارنا لفرحة، وطال انتظارنا لراحة، وطال انتظارنا لأمان يا رب، لكن النهاردة يكون معاد يا رب لأولادك، تريحهم من أتعابهم وتسدد احتياجاتهم وتشفي أمراضهم وترفع رأسهم يا سيدنا على أعدائهم وعلى أحزانهم وعلى كل عار وعلى كل تعيير من عدو الخير يا سيدنا الرب. أبارك اسمك، أنت عزي وترسي، أنت مجدي ورافع رأسي. نعم يا رب أنت عزنا وانت ترسنا، فانقذ ولادك وارفع راسهم يا رب. انت رب امرت بعزنا، رب امر بخلاص ولادك وكل طلبة من الطلبة دي يا رب، ارفع راسهم على اعدائهم يا رب في اسم المسيح يسوع. اشكرك من اجل موجات السلام، واشكرك من اجل موجات الشفاء اللي تأتي عليهم، اشكرك من اجل بيوت كثيرة يدخل لها الفرح يا رب، اشكرك من اجل قلوب كثيرة يا رب منها الحزن والتنهد يا سيدنا رب، اشكرك انك انت تيجي بذاتك وبشخصك المبارك يا رب تمسح كل دمعة من العيون يا رب في اسم يسوع، في اسم يسوع. نعم يا رب زي ما جيت ببشارة فرح يا رب لجميع الشعب، تمم فرحك لأولادك زي ما جت بشارة عنك المجد الله في الأعالي وعلى الأرض السلام، ويكون في القلوب مسرة وفي البيوت مسرة، والمتعبين يجدوا مسرة، والمرضى اللي في المستشفيات يجدوا راحة ومسرة فيك. كل الكرامة والمجد ليك يا رب. أمين 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 في اسم يسوع. صلوا من أجل مهرائيل عندها التهاب رئوي، وصلوا من أجل إنجي عندها كانسر وفي العناية المركزة. تفضلي أمل. بسم الأب والابن روح القدس إلهنا واحد. يا إلهنا الصالح العظيم القدير، بنحط رب ولادك بين إيديك، إن كانت رب في تعب في الرئة وفي كانسر وفي حاجات صعبة إحنا شايفينها يا رب بعنينا، لكن نثق في قدرتك ونثق في عظمة قدرتك يا رب. انت لا يعثر عليك اي امر ولا اي مرض ولا يقف قدامك شيء يا رب، لاننا زي ما كانت بتقول الترنيمه كده احنا منقوشين على كفيك، احنا يا رب محط كده اهتمامك في كل وقت، احنا محطوطين يا رب في دايره العنايه الالهيه. مد ايدك يا رب بالشفاء لاولادك يا رب، حسسهم يا رب ان هم انت بتحبهم جدا، محبوبين وغير متروكين ابدا. اشكرك يا رب لان المرض بيضعف نفسيتنا وبيضعف يا رب قدرتنا على الصلاه، لكن جايين بنصرخ اليك ونقول لك انت وحدك اللي بتقدر تنجي، نجي ولادك يا رب، نجيهم انت يسوع. مد ايدك ليهم يا رب بالشفاء، انقذهم من كل تعب. ان الارض يا رب قالت كلام لكن السماء ليها كلام تاني، وعندك وحدك القدره، وعندك وحدك يا رب السماوات كده تتفتح وتؤمر ليهم يا رب بكلمات جديدة وشفاء جديد. جدد يا رب كنسر شبابهم، جدد كل خلايا ماتت وانزع كل خلايا سرطانية موجودة في أجسادهم في اسم يسوع. ليك المجد لأنك عظيم وقدير، ليك المجد لأنك تصنع الآيات والمعجزات، انت وحدك اللي تستطيع. أمين أمين أمين. لينا واقع تاني هو اللي أنت تقوله يا رب. صلاة المجدي، الرب يعزيه لانتقال زوجته، والرب يعينه على خدمة ابنه أنطونيوس عنده جلطة في المخ والقلب. أختنا تهاني هتشاركنا الصلاة، تفضل يا تهاني. بسم الأب والابن والروح القدس إلهنا واحد. يا إلهنا الصالح بنشكرك وبنباركك، بنعليك وبنعلن إنك صالح، بنعلن إن الرب صالح وإلى الأبد رحمته. نشكرك لأنك تملأ ابنك مجدي بتعزياتك وسلام، تيجي كده وتلمس قلبه، وأبدا ما الحزن يسود عليه لكن يكون بيفتح قلبه ليك ويستقبل تعزيات بالروح القدس. يا رب ياخد منك كل القوة اللي محتاجها، لأنك أنت يا رب تعين كل ضعف شاعر بيه يا رب، يمسك فيك يا رب ويقول لك أنت إلهي ومخلصي ومعيني في زمان الضيق. يا رب فعلا يكون بيتكل عليك في كل أمور تخص ابنه. أنت يا رب فعلا ترسل لي قوة ومعونة يا رب، بنسأل من أجل ابنه لأجل لمسة شفاء يا رب لي، تضع إيدك عليه يا رب. أشكرك لأن كل من يتكل عليك يا رب لا يخزى أبدا،
يكون بيسلم لك كل امور ابنه بكل صعوبات فيها، ويثق في شخصك انك ابدا يا رب ما تترك اللي بيتكلوا عليك. نشكرك ونباركك لان اولادك محفوظين ومحاطين يا رب بنعمه غنيه. نباركك ونعظمك لانك ابدا ما تتركنا في زمن الدين، لكن تكون معين يا رب في حالات حقيقيه. اشكرك ونباركك مع شفاعات امنا العاطله وكل قديسين لك كل مجد وكرامه. امين 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 امين. الرب يكون بيعطي منفذ ويكون بيعزي ويكون بيعطي قوه وسنده في الظروف ديت. صلاة من أجل مينا هيعمل عملية في العين، وصلاة لأجل الأخت ابتسام هتعمل عملية في الكتف. تفضل يا شيخ. بسم الله والابن الروح القدس الله واحد امين. أشكرك وبارك اسمك من أجل يا رب الضمان اللي لنا فيك. نعم بتحيط بنا المخاوف من كل جهة، لكن في الأول وفي الآخر أنت أبونا. عشان كده يا رب أعلن نبوتك لأولادك، رب لا يخافوا يطمنوا معاك. يا رب بتحيط بنا المخاوف من كل جهة، لكن أنت سر الأمان، وأنت ضامن عملية وضامن شفاء وضامن راحة. عشان كده احنا بنلجأ لك ونجي لك، لأنك أنت ملجأ في أزمنة الضيق. شكرك أنت ملجأ في أزمنة الضيق. نعم يا رب شكرك أن أولادك في الوقت ده رب يتعلموا يترموا عليك بالكامل، يتعلموا يتكلوا عليك بالكامل، يتدربوا يشوفوا قد ايه انت بتوهب سلام، وقد ايه انت بتدي امان، وقد ايه فيك الضمان، وقد ايه فيك يا رب راحه لارواحنا نفوسنا والاجسادنا. يا رب من فضلك انا اصلي من اجل ولادك يا رب يختبروا كده، يا رب يختبروا ويشوفوا يا رب. نعم ويبداوا معاك زمن جديد وصفحه جديده، ويقول لك الان يا رب انت ابونا. اسم يسوع المسيح، اسم يسوع المسيح. احمي ولادك من كل شر وشبه شر، احفظهم من كل عمل رديء، خلصهم بيمينك، احفظهم من رب من اي اثار. استلم اوقات العمليه وكن انت معين، وكن انت سيد على الموقف كله. ارسل ملائكتك يحيط بهم من كل جهه. اشكرك وابارك اسمك لانك انت الهنا وابونا اللي بنرجع له ونحتمي فيه كل الايام. امين أمين أمين. الرب يكون بيتمم شفائه في العمليات لإخواتنا في اسم يسوع. إحنا لأن الوقت كده خلاص فهناخد الطلبات مجمعة ونصلي في الآخر يعني. صلاة من أجل شفاء منى فوزي، وصلاة من أجل عواطف الرب يعطيها نسل. صلاة لأجل فيبي للرجوع للمسيح، وصلاة من أجل أبنوب ناجح ضال يرجع لحضن يسوع. صلاة من أجل أم أميرة عندها تآكل في الغضاريف، وصلاة من أجل أولادها ومن أجل حفيدها كريم الرب يخرجه من الضيقة اللي واقع فيها. صلاة من أجل ليزا عندها جلطة في المخ، وصلاة من أجل مينا عنده التهاب قزحي يؤدي لفقدان البصر. صلاة من أجل وداد عندها خشونة في الركبة، وصلاة من أجل أم يوحنا عندها الضغط عالي. صلاة من أجل يوسف الرب يغير حياته ويكون في سلام في البيت ومحبة مع أسرته. صلاة من أجل أم سمير الرب يشفيها عندها حصوة في المرارة. صلاة من أجل ميلاد تعبان خالص واقع في مشاكل نفسية وجسدية كتيرة في الشغل والبيت. صلاة علشان ربنا يرفع عنه هذه التجربة الصعبة ببركة صلوات البرنامج. اذكروني في صلواتكم، حدث معايا حادث في صوابعي، صلوا من أجلي ابنكم فيليب. صلاة من أجل جيهان الرب يعطيها نسل، وصلاة من أجل أحلام للارتباط. صلاة من أجل مريم عندها ألم في الودان ليس له تشخيص من الدكاترة. صلاة لأجل بنت الرب مريضة بمرض مستعصي أقعدها عن الخدمة والحركة، الرب يسمع الصلاة ويستجيب. صلاة من أجل رامز هيعمل عملية قلب مفتوح. صلاة من أجل جرجس مقدم على شغل ومنتظر نتيجة المقابلة في الشغل، الرب يتمجد معاه. أرجو الصلاة من أجل الشفاء لماما من مرض الليمفاوية. طلبت صلاة من أجل لافنيا جميل مرض مناعي نادر بالكلى والحالة خطيرة. بنت الرب صلاة من أجل رندا من أجل إيجاد سكن بسعر معقول ومكان مريح. بتطلب صلاة لأجل زوجها يرجع للرب وللكنيسة، الرب يبارك في بناتها وينجحهم. سلام المسيح ممكن صلاة لبنتي لأنها مريضة وأكون شاكرة جدا. أرجو الصلاة لفريدة عندها لفريد عنده كانسر، ربنا يقويه ويقوي عيلته. أمين في اسم يسوع. صلاة من أجل بيتر الرب يحافظ عليه في الجيش.
صلى من أجل عماد الرب يشفيه، عنده كانسر وعضلة القلب ضعيفة، وصلى أن يكون في سلام في البيت. تلبت صلى من أجل أخت تركت المسيحية وإخواتها، الرب يجيبهم ليه مرة تانية. صلى من أجل مينا الرب يشفيه. صلى من أجل ميرفت هيتاخد منها عينة بكرة تتحلل ورم ثدي، الرب يتمجد. صلى من أجل بنت الرب أنه يرشدها في عمل عملية، الرب يقودها. صلى من أجل منال اتأثر الجسم بسبب حادث، وصلى من أجل إيفا ورانيا وأخت تانية وعندهم كانسر، ومن أجل يوسف للأوراق المتعطلة في الخارج. صلى من أجل هيلانا حامل وعندها تسمم حمل وحالتها خطيرة في المستشفى. صلى من أجل نجوى عياد سليمان عندها كانسر في الرئتين. صلاتكم لولادي ربنا يقودهم في الشغل، والله يدبر كل الأمور لمجده. أنا بس عايز أقول حاجة قبل ما نبتدي الصلاة، نقول كل الطلبات الصلاة دي إذا كنا إحنا ما لحقناش نصلي لها زي ما بنصلي لكل واحد بالاسم، نطمن كل أحبانا اللي بعتوا الطلبات إنه بيتصلى لهم بالاسم، ما فيش حد منسي. والطلبات دي مسؤولية أمام الله ومسؤولية علينا، فما فيش حد بتنسي، بيتصلى لهم بالاسم بنعمة ربنا، ربي يسمع ويستجيب. أمين أمين أمين. تفضل يا يا رب، جايين لك بكل الطلبات، جايين لك رب بكل التعب. أنت وحدك يا رب اللي عندك النجاة، أنت وحدك يا رب اللي تقدر تفتح القلوب. نطلب يا رب من أجل كل اللي ضل وكل اللي تاه وكل اللي بعد عنك، رد الكل يا رب ليك، رد الكل يا رب لحضرتك تاني. مد ايدك يا رب بالشفاء، مد ايدك بسلطانك وبمجدك يا رب للكل، تكون البيوت مليانه سلام ومليانه راحه، تطرد رب الحزن والتنهد، ويطرد كل تعب وكل مرض. اشكرك واسبحك لانك اله عظيم، بتصنع وحدك الايات والمعجزات العظام. انت وحدك اللي تقدر كده، تقدر تحمينا من كل واقع صعب حوالينا، تقدر ترد قلوبنا اللي تاهت وبعدت وطلبت ملذات الأرض وبعدت عنك. أشكرك وأسبحك لأنك عظيم، أنت لا يفقد منك أحد أبدا، لأنك عظيم كلي القدرة وكلي المجد وكلي السلطان. أطلب يا ربي من أجل كل طلبة بعتت يا ربي من ولادك، إنك يا ربي تتراءى ليهم بمجدك وبسلطانك وبقدرتك. اللي طلب يا رب من أجل نفسه واللي طلب من أجل غيره يا رب، ديهم أضعاف ما طلبوا. كل الطلبات محفوظة عندك يا رب، ومحفوظة في زكة عندك يا رب الدموع، محفوظة الطلبات والصلوات يا رب يسوع. مد إيدك يا رب بمجد وبسلطان، يكون في سلام في البيوت وسلام في القلوب وسلام يا رب وراحة في كل دروب حياتنا. ليك كل المجد والتسبيح. أمين 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 أمين. إيه بشكركم جدا، بشكرك يا أمل، بشكرك يا وجدي، بشكرك يا نشأت. المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. لينا هدايا نكون بناخدها ونعيش بيها، لينا سلام، لينا فرح، لينا حاجات كتير حلوة عند الرب، ياريت نكون بنتمتع بيها ونطرد كل مخاوف جاية علينا. ربنا معك.